نحاول نحكي لهم عن فلسطين بطريقة بسيطة قبل ما نبلش حركات، من ناحية مثلا جدك من وين، أبوك من وين، فبيكون هاد طريقة البراهم. بس بالنسبة للناشئين والأساسي بنحاول، أو هم بيجوا ليدربوا لحتى مثلا ياخدوا حركات فنية، هم بيكونوا أصلا عارفين عن فلسطين بس بيجوا بيحبوا يتعلموا الموروث الثقافي الغير ملموس اللي هو الرقص، الرقص الشعبي. والجمعية الحنونة بهاي الطريقة بتحافظ على، بتحمي هذا التراث الغير ملموس، فهذا بيكون أحد الأسباب الأساسية بالجمعية لحتى الواحد يجي ويتدرب أكثر. واحدة من الأسباب إنه حماية التراث الشعبي الغير ملموس. بتدربوا